أعمال العنف ما زالت متواصلة في مصر. أحدث عمليات المتطرفين وقعت في محافظة المنوفية على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة القاهرة، عندما أطلق مجهولون النار على أحد المطاعم في مدينة قويسنا على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية، وأشعلوا فيه النيران وفروا هاربين. الاعتداء على المطعم التابع لسلسلة عالمية شهيرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر من رواد المطعم بحالة اختناق. وفي العريش بشمال سيناء قتل مجند وأصيب آخر من قوة شرطة السياحة في حادث إطلاق نيران عليهما من قبل العناصر المتطرفة. وأفاد مصدر أمني بقيام مجهولين بإطلاق النار على المجندين أثناء استقلالهما سيارة بالقرب من ميدان المالح بالعريش، وأجاري تمشيط المنطقة بحثا عن منفذ العملية. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش المصري والأجهزة الأمنية حملة موسعة تستهدف أوكار المتطرفين لاجتثاث جذور الإرهاب من سيناء، أسفرت عن مقتل العشرات من تنظيم بيت المقدس المتطرف، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد كبير وتدمير أكثر من 40 وكرا يتخذها عناصر التنظيم منطلقا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية. ياسر محمد علي، العربية.